شاء الله الأوضة هتعجبك. خطوة عزيزة. مبارك. اتفضل يا فندم. اتفضل. اتفضل سعادتك. حضرتك قلت لي اسمك ايه؟ مصطفى. مصطفى القاضي. مدرس سلام. وبتدرس مادة ايه؟ فلسفة واجتماع. يا أهلا بالنور. يا مرحب بالعلم. يا أهلا بالفكر. أهلا بالأخلاق الحميدة. اتفضل. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. ايه يا بيت؟ طلعوا من الخص. يخضوا الليباس. هما مين يا بيت؟ المعروس في ترتره عينه جاي يفتح الاوضه. يا لهوي، ومين ده اللي معاه؟ ليه واحد جايبه على عماي ساكنه الاوضه. صوت يا بيت. يا دهوتي يا خرابي، والحم مكبش على بابي. اخلصي يا غساله يا ام مخ وسخ. ان عدني الكلب ماليش نبع عضه، وان سبني النادل ماليش لسانه سبه. شايف البني ادمين اللي ناقصهم ديون ويبقوا بقر؟ هو جايبك هنا يسكنك على عماك يا ضنايا. هو ما قالكش ان الاوضه دي اتقتل فيها قتيل وعفريته صاحي جوه يا فندي؟ وعفريته بقى انس ولا جن؟ كتير حابس حابس كتير شر الملابس. طبعا جن. اهو كده الواحد يطمن. يطمن. عيشه الجن اسهل يا انسه. انسه، اسف اذا كان الوضع غير كده. لا هو كده. سيبك من الوغز دول يا بيه. اتفضل اتفضل. بس بكل اسف دوره الميه هتبقى مشتركه بينك وبين الحيوانات. ايه؟ قصدي سكان السطوح. وعندك شهرين اعفاء من دفع الاجره لغايه ما تطمن وترتاح وتثبت لك صلاحيه السكن، وبعدها نتعاقد. كم؟ شهرين. فاش. ازاي يا استاذ؟ جرايه ده مش بيه، دي مجازفه. انا داخل على مجهول، انا عارف ايه ممكن يجرى لي هنا. جرايه يا استاذ، ده انت نموذج للنور ومثال للعلم. واحد غيري كان يطلب منك تعمله فلوس التامين على الحياه قبل ما يحط رجليه هنا، ده اذا وافق. مفيش مانع. براحتك، أنا مسافر شهرين برا عشان أعالج عينيا، ولما نرجع نتعاقد. هناخد العود وشنطة الهدوم، بكرة الصبح هاخد شنطة الكتب. يا ابني أنت غاوي شحطتها؟ شوف لك حد غير يسكن معاك. أنا ما عنديش استعداد أدفع مليم زيادة في الأجرة صاحب البيت. ما هي معذورة برضه، كل حاجة غليت. شوف، أنا إذا غلى عليا شيء تركته فيكون أرخص ما يكون مهما غلى. مفيش شقة مفروشة النهاردة بأقل من كده. شو شقة؟ أوضة في سطح الخير. الله يكسفك. أنا بحارب الغلاء بالاستغناء. الحاجة اللي تغلى على إمكانياتي بلغيها من لسة احتياجاتي وأشوف لها بديل. امسك. أنا مستعد أدفع 120 وأنت 80. أدفع 80 منين وأنا ميت؟ 93. هو في حد النهارده عايش بميته؟ أمال عايش بإيه؟ اتصرف، اتلحلح، اديها مية، تديك طراوة، حبة دروس خصوصية، شوية ملخصات للتلامزة. ممنوع. طب ما تعمله، هو في ممنوع ما بيتعملش؟ ما خلاص، شنكوتي اتلم على بنكوتي والهنكرة بقت في البنكرة. إيه إيه السمكرة زي الدكتورة وكله في الكركرة. لا في انت راجل مسخره، دي صحفيه انكره ومنكره، بقى اقولها ده كلام. انا ما بحبش القلق، ماليش في الهرتكه والنقر النتن. عمرك شفت عفريت؟ انا ما شفتش، لكن سمعت عن ناس كتير شافت. اراهنك لو جبت لي واحد شاف، كله سمع، لكن ما حدش شاف بعينيه، كلها اغاز وخرافات. انت غاوي ومقحف كل حاجه، يا عم دي مسائل مذكوره في الاديان. هي الاديان قالت ان الميت يعيش له عفريت يتنطط مطرحه. الميت حاجه والقتيل حاجه ثانيه. ما هو لو عفريت القتيل قتلني عفريت هيطلع يقتله. ليه كده؟ انت بتشتغل آلاتي؟ لا انا مدرس. امال ماسك العود ده ليه؟ ده غذاء الروح. الروح؟ ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. قول لي يا صباصي. نعم. هو صحيح الاوضه زي ما انا ماليش دعوه بالحاجات دي يا فندي. الله ما تخليك جدع يا اخي وتنورني. بقول لك ايه؟ اعمل معروف. انا جتتي مش خالصه. اديك هتسكن وتشوف. يعني انت شفت حاجه بعينك؟ شفت الليل جواها نهار. اللي جواها نهار يعني ايه؟ يعني يبقى القمر في السماء والشمس طالعه جواها. يعني دلوقتي النهار طالع جواها؟ ده كان زمان قبل ما يسكنها عم سباخ، ايام حيطانها ما كانت بتنشع دم. دم؟ طول ما احنا ماشيين على عهد اللي واخده عليهم عم سباخ مفيش اي خوف. عهد؟ كل سكان العماره ماشيين عليه. ازاي؟ ينطلق البخور وتتوفى النضور في مواعيدها، وربنا هو اللي يلطف. اطمن ولا اطمن قلبك.
السلام عليكم. عليكم. طلقت من الشباك خرج من الباب شيء عادي. ايه مولانا لا ترحمني. مولانا مولانا يا ست انا ماليش دعوه بالحاجات دي. صوت عليك اولياء الله الصالحين لا ترحمني. ده رايا الوحيد اللي طلعت بيه من الدنيا كلها مال. مربوط على مراته بقالهم شهرين بتسعة ايام عايشين زي الاخوان. هو يعيط طول الليل عن امه وهي تقعد تعدد على مين اتبنى ولا انتم على ازاي. يا ست ابنك ده محتاج لعلاج نفساني. نفسه طويل وزي الفل وعمره ما كح ولا صدر عن عليه. لا اله الا الله. اعمل معروف ساعدني يا ستي حاولي تفهميني. خد دول يا مولاي. ايه دول ايه دول ايه دول مجاني مقدم وكل اللي تطلبه بعد كده مات. يا ستي انت كده بتقولي لي سرقني. استغفر الله يا مولاي. لا ابوس رجلك ابوس رجلك. ست مش كده. لا اله الا الله. طيب يا ست طيب اريحك اريحك. كتر خيرك. هو ابنك عنده كم سنه؟ ما كملش 30. ومراته؟ 25 سنه. طيب العنوان ساكنين فين يعني؟ ساكنين في عابدين. عابدين؟ 5 شارع الخميسي. 5 شارع الخميسي. طيب اتفضلي انت بقى وانا ان شاء الله النهارده هاجي ازوركم بنفسي. يا ربنا يزيد لنا ببركتك. شكرا. طب وطلباتك ايه؟ يعني مصممه تكلفي نفسك؟ لك ابني يرتاح وتتفك عودته. طب هاتي كيلو ونص كباب احمر بالسلطات. عينيا. وجوزين حمام محشي بالفريك. حاضر. وخمس ازاز بيره تصدير. بيره؟ ده اسياد اللي هيفكوه خمرجيه. ماشي كلامك يا مولانا. الورقة دي فيها شوية طلبات تجيبيهم. من عند العطار؟ لا من الأجزخانة. حاضر. عشان نفك على نضيف. ربنا يجعل الحل والبركة في إيدك. بس لازم ابنك ومراته يقابلوني هم طاهرين. ما هم طاهرين على طول يا مولانا. خشوا يا تيم. وأنا لطيفة. شب. شب يا حاج ده ما فيهاش كحول. حتى لو فيها يبقى فيها حبة صغيرة كده. شب. انا عايز اطمنك ان الرابطه بتاعتك اتفكت والعمل الصوفي اتحرق وترمى في البحر خلاص. صحيح. بس الباقي عليك انت بقى. انا عايزك تعامل مراتك على انها صاحبتك. انت بتشتغل ايه؟ قهوجي. طب يا اخي عاملها على انها زبون. انت مش بتحاول ترضي الزبون وتبسطه؟ صح. طيب راضيها؟
قول لها كلام حلو من اللي انت بتقوله للزباين. دعبها. ازاي؟ اقول لك ازاي. اتفضلوا حلوين، عاوزكم. ما تضايقيش نفسك يا مراتي الحلوه يا ست الكل. خير ان شاء الله. انا حاسس ان في خير كتير قوي جاي دلوقتي. يلا يا مات يلا. ربنا خلق الست دايما عشان تبقى جميله، تبقى جميله وشكلها جميل وروحها جميله. اقسمت عليك يا انسى ان تكوني جميله، يا مصدر الحياه ويا منبع السعاده. اقسمت عليك بفينوس اليونانيه وكامليه فاتنه السينما المصريه ان تكوني في منتهى الحنيه. اقسمت عليك بجمال الخالدين عن الحنينين سعاد ونجلاء ومرفت امين. السلام عليكم. استنى. ايه ده يكبر بخاطرك يا مولانا؟ ايه ده؟ حاجه كده؟ انا قلت لك ما باخدش فلوس الا لما اسلم الشغل صح سليم وضمان 6 اشهر كمان. ايه اللي يخليك ويطول في عمرك؟ قيد الاغلال اهون من قيد العقول بالاوهام. الربط السفلي حقيقي مش وهم. الربط في عقولنا والحل في ايدينا. عايز تقول انك فكيت الراجل مربوط بكلمتين وهكس اللي قلتهم له؟ يا عم دماغك. انا وجهتهم لاسباب الفتور في حياه كل زوجين، بس باسلوب الصحارين اللي هم بيعتقدوا فيه. يا سلام، مش عرفك بقى باسلوب الصحارين. ولا كده استحميت حسب البطاطس. عشان تبطل تقول يشعرفني. افهم. ايه؟ سر نجاح اي ساحر اساسه حاجتين، ثقته في نفسه وقوه اعتقاد الناس فيه. يا ابني انت مالك ومال الحاجات دي؟ ايه اللي يخليك تحشر نفسك في التجارب دي؟ كده؟ طب والله العظيم ما انا سايبك، تعالى بقى ها بالنار. اصل الموضوع شاغلني وانت عمال تغلوش عليا. اب فين؟ شوف يا توالي، الدراسات الميدانيه اللي انا عشتها فوق السطح لما سكنت في الاوضه خلتني اغير موضوع الرساله بتاعتي. يعني هتسوق على عم افلاطون؟ وهفتح على موضوع يهم كل الناس. الفلسفه لازم تكون في خدمه المجتمع. موضوعي بقى الانسان الحائر بين العلم والخرافه. يا خوفي يا خوفي لا تكسفني وتنكس قبتي قدام زبوناتي. مش قوي. وصلوا. اهلا يا ساروتم. اهلا اهلا وسهلا. استغفر الله. اهلا اهلا اتفضل. اتفضل اتفضل يا ساروتم. لا يا حبيبتي انا هقعد هناك. ومع ذلك جايه وقاعده معاهم. ايه اللي جابك؟ بتحسديها وقلبك اسود وعايزه تخطف الراجل بتاعها، وجايه وقاعده وعامله حبيبه. حرام حرام والله حرام حرام. قصدك مين؟ مش قصدي، انا عمري ما قصدت حاجه. ده قصدهم، هم اللي قصدوا وانا اتكلمت. القصد قصد خير. لو كنت تقصد خير اقعد يا بنتي. نهار اسود. ظلمك ظلمك كتير وانت مش وش بهدله. انت بنت ناس واسياد الناس. لا مقدر جمالك ولا مقدر شبابك. سيبيه روح لها. سيبيه وما تحبسيش جامعتك. عيطي خدي بالك بيخدعك وبيضحك عليكي. يعني مش هتجوزني لما طلق؟ ممكن يتجوزك وممكن ما يتجوزكيش. يعني
العيش كل حاجه في ايدينا، هنعرف نخليه يتجوزك. هاتي لي قطره. ايه كل حاجه بتتعالج. ربنا سبحانه وتعالى خلق الطب وخلق الدواء. صدقيني العلاج ما هيجيب نتيجه. ده بيتعالج من يوم ما خدته ومفيش نتيجه. ما تيأسيش، العمل اللي معمول له SSGL سوبر سفلي جديد لانج اترمى تحت عماره واتبنى عليه 20 دور. سبحان الله. يوم تيجي احسن لكم. ابعدوا عنها، ابعدوا عنها. امسك فيها جامد. ايوه ايوه ابعدوا عنها. البنت السمرة دي من دمك؟ لا. علاقتك بها ايه؟ لا علاقة ولا يحزنون. السلام عليكم. طب اقعد بس. انا ما بحبش حد يكذب عليا. اصلها مش علاقة يعني قوي. انا صحيح اجرت لها شقة في اسكندرية بس سبتها لما لقيتها عايزة تلزق لي. راجل اسكندراني في الجمرك. ايوه ماله؟ خد بالك منه. لازق لها وبيتفقوا على حاجة. هي ايه؟ الله اعلم. يا لهوي عليك يا لهوي، يا مسجدهم كلهم. مش كنت خايف انك بقبتك؟ خالص ده انت رفعت راسي وخليتني بقبتين. يا ده انت مش قصدك السيب. زي ما انت شايف. اما ما بتتجوزي ليه؟ عندك ليه عروسة حلوة؟ ده الحلوين كتير. ما هو ده اللي قلب كياني. ايوه انا نفسي اعرف انت ايه اللي قلب كيانك. اقول لك بصراحة. قول. والسر كبير ملوش قرار. اصل انا شقي. شقي ازاي بقى؟ بيني وبينك اصل انا فلاتي ومضيع حياتي وفلوسي على الستات. ستات كده زي ست والدتك؟ يخيبك هي امي دي ستات. لا ما رأي على تبقى فلات. الحجاب ده الاول هتستحمى قبل اذان الفجر، وبعد ما تتنشف كويس تلبسه وتحطه في رقبتك، واوعى تقلعه. طول ما انت لابسه مفيش حد من البوليس هيجي ناحيتك. لا بوليس ولا نيابه ولا حد من الحكومه ابدا. البس الحجاب بسرعه ونط من الشباك، مش عارف امسكوك. يلا الحمار لبس الحجاب من غير ما يستحق. ليليا 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 عيني. الناس دي عايشة باعوا النصايص، الناس دي عايشة باعوا النصايص، تنام وتصحى على الهجايص. لو انت هايص قوي كنت لايص، لو انت هايص قوي كنت لايص. تعالى يلا نشوف الهجايص، تعالى 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 يلا نشوف الهجايص. اخبار رحلتك ايه؟ كانت ناقصاك. سمو الامير بيسلم عليك. سلام حاف كده؟ لا مغمس بشيك دسم لدعم مجله سنانير يا صياد. اكيد شبكتك الخاصه عمرانا طبعا. كالعاده وبطل قرر. عيون الحبايب ما تحسدش يا صاحب الكرامه. كله بيحسد دلوقتي، جاتك نيله. اخبار الواد طاروطه ايه؟ من ساعه ما نشرنا صورته في المجله وقلنا عليه ملك الموجودين ما حدش عارف يكلمه. بيورد اراضي المحل بانتظام؟ ابدا، ده ناقص شارك في الاتعاب اللي تدفعها كل زبونه بتيجي عن طريقه. يا ساتر ده واد قلق. مش عارف لو الطروطه بقى الزمان بتدفع ايه. نهار اسود، ما هم بيقولوا له كل حاجه هو بيسرحهم. المهم يسرحهم علينا. المحل مكلفنا 350,000 جنيه. ما تدقش معاه. زباينه طعمين وشغلهم سهل وقطفهم لذيذ. طبعا يا عم، ما انت عمال تقطف كل حاجه لوحدك. بكره هشتري لك صندوق. الحداد. ربنا يبسطكم بلا ثاني. عامل حسابك يا ولد.
بالله على السلامة. كبيرة الرأس نازلة اتصلت كتير عشان تتفكرت معاك الحفلة اللي عاملاها على شرفك. شرف ما يتعمل عليه حفلات. ده تمجيد يا باشا. بعد ما راح المقبرة وقت من مناخيره زكرة. حلو. احنا كده. أنا اللي بعالج الدكاترة. حبيبي أنت ما بتاكلش. خف شوية من الشرب وأربعة الويسكي ليل ونهار. أنا مش لاقي حاجة أغلى منه. البحر. الله يرحم يا زمان. زغلها عليا شيء وأنت تركته. أيام. زمان كنت أتحكم في رغباتي وشهواتي. الاستغناء دلوقتي هم اللي بيتحكموا فيا بالغنى. هو انت يا تموت من الجوع يا تموت من الشبع. من حرف موسو اكلاش وحرف قشفيط ما يملاش قربة مغفل. لازم نعب وندردع. صحتك. عرفت نظنظ عزم مين النهارده في الحفله؟ ايه كل التحريات تمت. مين الفريسه؟ واحد ملياردير اسمه فخري اللافوري. خلصايع دلوقتي شغال في الفبارك وعايز اتعرف عليك ويبارك. جمعت بياناته من اول السطر من ساعه ما اتولد. يا شوف انا عايز تجيب لي معلومه واحده حقيقيه عنه وانا ابني عليها مليون كذبه. مفهوم يا باشا. اللافور ده بقى ايه؟ شوف سيبك من التفاصيل الممله يا توالي. كل واحد يجهز المبلغ بتاعه والباسبور في يده وانا اعد عليكم هاخدها. ينادي الادعاوي. ايوه خلاص عذاب لله زي ما دخلش حد ما تخلص. يلا شوف شغلك يا ابو خال. حد عم سليم اقول لك مره واحد في عيني غير انا مره فوق البلكونه رجعت الثاني قلت لي هزار التجلده يا محمدين. مالك عم زخاري مبور ليه؟ ها ها ثم الزفت في ايدك الدور ولا ايه؟ مالك؟ انت فيها ولا فيها؟ انت مش غريب اخد تكشنات حدي شدتلك تحت اللي ورايا وانت قدامي انا ما غايتك تفهمك. ربنا يديك الصحة يا عم زخاري وتعوضه وجيب فوقيهم كمان. هات يا عم خاطر. هات تسليمات. عم منظور. هتقول انك بعت البراطين اللي حداك اياه. انت عارف يا منتصر ما كنتش مصدقني اسال عبد الله اخوك. ولا يهمك بكره هتوجه بالعيان ما حدش هيعرف يكلمك. ما تخافش يا زخاري وبتقالك على الله يا شيخ. والله خايف يا خاطر. فاكر الولد ده وهو صغير كان شقي قد ايه؟ خد اجناب الرز دي ناقصه انا صح ولا عديها؟ صح 50 2 ناقصين. لفيت على الحاجر كلها ما لقيت حد يسلمني حتى المطاعيد على الجبل ما ردوا يسلموني. ما تدفعهم لي يا منتصر ما انت شغال وعشتك معنا. اول ما اوصل اشيعهم لك والله العظيم اشيعهم لك. أو نشيعهم لخالة سكينة في البلد. خلاص خلاص خليكم شاهدين. جناوة أبو إسماعيل عليه ليه 50 جنيه. جناوة أبو إسماعيل. بقول لك خلاص كل واحد يقعد مطرحه عشان نخلص. إيه؟ ما بعده. المرة دي مية مية ولا الجن يقدر يكشفها. الصفارة نفسها ما تقدرش تكشفها. على فكرة ده أكبر عدد هتصفارها مدحت. يردنا ثواب. خلينا نفرج على الغلابة يا عم مخزندي. إيه ده؟ لا لسه خمس زيهم. أنت هتعامل جملة زي القطاعي دي اسطمبة. احمد ربنا وبلاش طمع وخلي المركب تمشي. الله خلي المركب تغرق. ما أنت واخد بلاوي وأنت راخد. أنت هتقر فيها. إيه ده؟ سلام.
ماشي. ايوه يا عم، الضربه المره دي تجيله جوه يا منتصر. دول بلديات يا فريد، وانا اللي جايبهم. انا عايز تفهمني انكم هتسفروهم ببلاش كده لوجه الله يعني؟ لا اخويا فصيح. اخذ العموله العاديه بتاعتي. بقول لك ايه؟ ال 2000 جنيه دول دولارات. تاجر في العمله ياك. رجل تاجر في العمله ايه؟ هوزع عليهم كل واحد قرشين يصرفوا بيهم نفسهم هناك على بال ما يقبضوا. سعيد يا فريد. اهلا يا جوان هاني، صباح الفل. حضرت لي التذاكر؟ ثواني يكونوا جاهزين. ازيك يا منتصر؟ اهلا وسهلا. الله، انت مش فاكرني؟ ده انا فرحتك اكثر من مره في المكتب. مراتك صاحبتي. وانا كمان بقول انا شفت فين حضرتك قبل كده. يبقى خلينا نشوفك يا منتصر. ان شاء الله. وتبقى تيجي بعملها. حاضر. باذن الله. يا ستي تشتغلي، ستي تشتغلي، بتقلب عيشها، بتسفر ناس زيكم برضه، عمال برضه، عمال ايه؟ عاملات، بس عاملات من نوع معين. طب ما حظك، ما انت هتعرفي كده، وبيسألها يا عم هايلس ده الولية عينها منك. لا غيظني ليك. فين منتصر؟ راح يجيب التذاكر. طب هاتي لي العقود اللي عندك في الدولاب. حاضر. هتتجوز امتى يا زينب؟ ربنا يسهل ومنتصر يلاقي الشقة. انت تستاهلي قصر مش شقة. تعمل ايه يا بيه؟ كنت بجيب العقود من فوق. انت اللي انا هجيبه. الله ايه يا مصطفى؟ طب اجيبها يا زينب. انا مالك متعصب كده ليه؟ بقول لك يا مدحت، دي بنت عم مراتي. لسه مش مراتك. انت كاتب كتابك عليها صحيح لكن لسه ما دخلتوش. وبعدين يا اخي مش جاي تغير عيار. الهزار ما ينفعش في الحاجات دي يا مدحت. احسن ثلاثه بالله العظيم اقتلك واشرب من دمك. يا ساتر. ايه هلا؟ هتفضل طول عمرك قفل كده؟ المهم جبت التذاكر؟ جبت التذاكر. انت خلصت التاشيرات؟ طلعوا عيني في السفاره. ما كانوش عايزين يخلصوهم النهارده. التأشيرات دي مضروبة يا مدحت، ده شغل المخزنجي. مخزنجي ايه يا ابو مخزنجي؟ يلا حط التذاكر جوه الباسبورتات. بقول لك ده شغل المخزنجي يا مدحت، انا مش قفل. لا، في دي بقى قفل. ايه رايك؟ طب انا هروح لحد فيهم السفاره. راح فين يا عيال الحيط؟ مالك؟ ده شغل المخزن يا مدحت. بس عدى العفريت. لا يا مدحت الا دول. انا ممكن اتفق معاك على بتوع البرج وعزبه البرج، لكن لحد دول لا، دول بلدياتي. التانيين ما يعرفهمش، ما كنتش معاهم عيش وملح، وما عرفتش جايبين الفلوس ازاي، وانا متفق معاك قبل ما اجيبهم على الدنيا. صح، انا الحق عليا اللي خدتك معايا وعرفتك على المخزن واسرار الشغل. كنت لازم اخليك ساعي هنا في المكتب زي ما كنت في الجيش. انا كنت ساعي في الجيش يا مدحت، انا كنت مدفعجي محترم، احسن مدفعجي في الكتيبه. عشان خاطر الناس دول لازم نطلعهم سلاب زي ناس كتير طلعناهم قبل كده عشان خاطرك. مفيش عقود تكفيهم. وبعدين هنجيب لكل دول عقود منين؟ يستلموا لما يجي لهم عقود سليمه ويطلع لهم تاشيرات سليمه. عندك فكره هنطلع بكام من العمليه دي؟ بعد المصاريف واللازم منه هنصفي ربع مليون جنيه. خميره كويسه عمرنا ما كنا نحلم بيها. نعمل شركه انا وانت ونسيب مكتب السفريات ده ونشتغل على واسع. بقول لك ايه؟ ما تتعبش نفسك. الناس دي تجيلها عروض صح وتأشيرات صح ترجع لها فلوسها. ما كان شيء ثلاثة بالله العظيم لكون مبلغ عليك البلوس بنفسي. قلت ايه؟ قلت لك غبي يا عم زخاري. حاج زهاري تعال يا هنيدي. استنى انت يا جدع انت، الله يخرب بيتك يا منتصر. يا ولد قلنا في ايه؟ مفيش حاجه يا عم الحاج، السفر هيتأجل اسبوع بس لغايه ما نطلع التأشيرات. كيف يا ولدي؟ ده احنا عملنا حسابنا خلاص. معلش يا عم زخاري، بعد اسبوع يا مدحت بيه. اسبوع يا منتصر. العقود سليمه والتأشيرات سليمه. ان شاء الله كله سليم. روح يا عم زخاري وبعد اسبوع تعالوا، ولا انتوا عايزين فلوسكم تروح عليكم؟ قلنا يا منتصر في ايه؟ مفيش يا عم خاطر، ترى هتأخر اسبوع ما جابت حاجه يا اختي. يلا انتوا بالسلامه دلوقتي عشان تحققوا القطر. يلا اسبوع. يلا اسبوع مفيش حاجه يا سالم. يلا يلا مع السلامه. مع السلامه. اسبوع الجاي مستنيكم. غير التأشيرة ازاي على الباسبورتات؟ كله بالفلوس. هنلغي القديمة ونعمل واحدة جديدة. من السفارة. السفارة يا منتصر. والعقود. والعقود يا منتصر. تصدق بالله لو حصلت خيانة ما هرحمك طول عمري يا مدحت.
يا مدحت؟ تقريبا اثنين. الا قول لي يا مدحت سليت كام النهارده؟ ما يقلش عن 2 مليون صافي دولار مش جنيه. برافو عليك برافو. ايه؟ لا مش هنتوه. تعرفي ليه؟ ليه؟ علشان احنا حسابنا خريب. ليه ما تحبليش النهارده؟ انا تعبانه يا دلع. مين؟ صديق جديد. بس جه في وقت غير مناسب معلش. مين ده يا مدحت؟ ودخل هنا ازاي؟ اهلا يا منتصر. زي ما انت يا مدحت. انا قلت لك زمان ان اي خيانه هتحصل مش هسيبك طول عمري. وانا كنت مستنيك وشايل لك نصيبك في كل حاجه. وقرايبك سافروا وما اتكشفوش زي ما قلت لك. بس انت نشلت دماغك على الفاضي. ومرضي؟ لا بقى دي ما اعرفش عنها اي حاجه. لا لا مرضي فين يا مدحت؟ خدتها النجوان وشغلتها عندها. استنت عليها كتير علشان طلقها منك ونتجوز غيابي، ولما رفضت خدتها وشغلتها عندها. ورحنا جوان شريكتك. اعلى منتصر اعلى. دي لا تنفعك ولا انت تنفع لها. انا مستعد اديك اللي انت عايزه، اجوزك احسن منها، اعوضك عن كل اللي فات. تعوضنا عن ايه ولا عن ايه؟ ده انت حسابك هتعوضنا عن سنين سجني ولا عن شرفي؟ خيانة تانية يا مدحت. منتصر خد اللي انت عايزه يا منتصر، انا تحت امرك. منتصر منتصر. لا يا منتصر لا لا. ما عملتش حاجه ارجوك. انا مش عايز اموت. انا مش عايز اموت. خلاص حاضر حاضر. الجبل أبل. اللي ما يهمهمش حاجه. والعريس عريس جناوي جناوي. وعروس قطو بالتعامل. صديق ده احلى رقاصه شفتها. شفتها مش عرض طويل طويل وعينيها اللي هتندب فيها رصاصه. رصاصه رصاصه. وجسمها الململ الململ. وانا وانت رقصني ولا ايه
خير يا حضرة الظابط. أخوك فين يا عبد الله؟ خبر إيه يا ولدي؟ ما كفاياه اللي هو فيه. ابن القاتل يا خالة سكينة. وأنت تصدق الكلام ده يا سالم؟ ظلمته في الأول، هتظلمه تاني؟ رد عليا يا عبد الله. الدرب قدامك انفضها، وأظنك عارفها ركن ركن. شوف فوق، حرك. مش موجود يا فندم. تعال معايا يا عبد الله. هتعمل فيه ايه يا ولدي؟ هو زي يا سالم، ما كفايه كل اللي عملته قبل كده؟ اخلص يا بت. هتوب. يا ولدي. يا ولدي. يا ولدي. كيف يحصل ده يا سالم يا ولدي؟ تاخد ليه الرجاله دول كلهم؟ وقد قابلنا الخال عساكر وهي من سكان قرية الحاجر وعمتها المتهم، وقد قالت ان منتصر عندما كان طفلا صغيرا كان شقيا ولا يتقى الظلم، وقد صرخ ذات مره وفي ذلك امشه استاذ فريد عزت لو سمحت من احد اقاربها وصعد بها الى جبل المصاريف. ايوه فريد انا منتصر. ها ايوه منتصر. لا فاكر فاكر طبعا. لا 2000 جنيه موجودين موجودين طبعا. لا 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 بارباحهم كمان. لا فريد انا عايز ال 2000 جنيه بتوعي بس. انا الحمد لله كويس. فين وامتى؟ لا بلاش محلات ولا اماكن مقفوله انت فاهمني طبعا. وقال احد زملائه في السجن انه لم يكن يتكلم كثيرا ولكن عندما ينطق فيقول ما لا يستطيع احدا اخر ان يقوله. وقد ارسلت الينا عده خطابات تريد مساعده منتصر باي شكل هو يريده. فريد عزت ده من اكبر تجار العمله في البلد، واحد من المسؤولين عن تخريب الاقتصاد المصري.
فندم عرفت. بس دي مش مسؤوليتنا. لسه المنال السجون والسجون مسؤولة عنه. حاضر يا فندم. حاضر. الليلة بالليل هجيب لي سعادتك خبر. دي حكاية منتصر يا فندم؟ أيوه. مش قلت لك كل حاجة بتيجي على دماغنا احنا؟ ولا عم. ولا عم. ما تخليها المرة دي كمان يا فندم. طب قول لي تفتكر الواد ده يكون راح فين؟ كرام الميت دفنه ولا بد تدفن النهار. بس قرايبنا اللي فصيلته المراغة وكلينا لسه ما جوش. هم يستنوا الميت ما يستنوا. وندفن قبل المغرب. خير يا هنداوي؟ البوليس وصل يا جد. قدام علينا والسيب يفلت. مش هيفلت. انا اعرف نجيبه. ارجوك يا فندم دول اهل بلدي وانا عارفهم كويس. ثم ايد الموت للحرمه مهما كان. البلد مقلوب على الولد ده وانت عارف يا سالم. على مسؤوليه. ارجوك يا فندم اديني الفرصه دي. مش ممكن نسيبه اكتر من كده. يلا يا سالم.
ابن بدر! انت! منتصر فين يا جدي؟ حياتك الباقية يا ولدي. راح فين ولد يا سالم؟ اتبخر! قلت ساعتك سيبني اجيبه بطريقتي. كيف حياتك يا منتصر؟ انزل. العنف ما ملوش فايده. المنطقه متحاصره من كل النواحي. انا عمري ما طلبت منك طلب يا سالم. وحق العيش والملح اللي بيننا سيبنا هرب. ما اقدرش يا منتصر. احب على رجليك يا سالم. وحتى لو سبتك هتروح فين؟ في حاجه واحده لازم اعملها قبل ما اموت. ايه هي الحاجه دي؟ مراتي يا سالم. مراتي لازم ارجعها واغسل عاري وعاري العيله كلها. اوعدك بعد ما اخلص من الحكايه دي هجيلك بنفسي. انا خلاص ما عنديش حاجه في الدنيا تبكي عليها. حط نفسك مطرح يا سالم. لو مرتك دي هتسيبها ابن الحجر. انا وعدت اسلمك من غير نقطه دم ما تسيل في البلد. هحقق لك وعدك. انا عمري وعدتك بحاجه وخلفت. اديني اخر فرصة يا سالم عشان خاطر ربي. انا عمري ما هنسالك الجميل ده يا سالم. السفر اهو يا ولدي. ورقاتك كلها جاهزه. السفر بكره الفجر ان شاء الله. بس بدي اقول لك حاجه يا منتصر. قول يا جدي. سيبك يا ولدي من حكايه بنت عمك دي. احنا كلنا اعتبرناها ماتت. بكفاك شقاوه. امك الله يرحمها كان ديه طلبها قبل ما تموت. احاول يا جدي. اللي يتقال يتسمع. هتعمل ايه معاها عاد؟ هتقتلها؟ ما هي ميته ميته. عيش بقية حياتك وابقى طمنا عليك. الحق على المرار، واحد عايز يكون جاهل هناك. ادانا منتصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مين؟ حضرة الظابط؟ سالم ولد عبد الرازق؟ ايوه يا جدي. أنا. خير يا ولدي؟ ايه اللي جابك هنا؟ بلاش اسلم على اهل بلدي. ازيكم يا رجالة؟ اهلا. عاد منتصر يا جدي وانت تعرف مطرح. القضية وقعت في رقبتي وبيحققوا معاي. منتصر ملوش أي أمل في الهرب. بدل البهدلة ووجع الراس أنا جاي له يسلم نفسه. أحسن ما يقبض عليه ولا رصاصة طايشة تاكله. قلبك عليه حضرة الظابط؟ أيوه يا عبد الله أنا قلبي عليه فعلا. القضية وقع في إيدي الناس ما حترحمش وفي الآخر حتعك على راس هاني. خايف على الدبورة تروح منك يا حضرة الظابط؟ كنت متأكد إنك هني. كنت شامم ريحتك. أنا عايز أفهم إيه اللي بيحصل ده. تسيبوني أهرب من المركز وتركبوني هنا. ودلوقتي عايزين تمسكوني؟ ايه الحكايه يا سالم؟ دي حكايه واعره قوي مالكش صالح بيها. تعال معايا وانا اوصلك للسجن في امان. اقول يا سالم بلاش استعمل العنف معاك يا منتصر. اقول لك ايه؟ لو استعملت العنف هستعمله النهارده قاتل مقتول. فضل بس يا ولد منك له. اسمع يا سالم يا ولدي. عيب عليك تقبض عليه وهو وسطينك ده. حتى تبقى عيبه في حقك. انت دخلت المطرح هنا في امان. عايز تقبض عليه؟ اقبض عليه بره مش هنا. انا عايز اسلم نفسه يا جدي. مش هيحصل. اخرس يا ولد. روح الدار جوه مطرح ما جيت. امشي. منتصر. ما
ملوش لزوم يا ولدي، اكسر الشر ودور عليه في حته تانيه. على كل حال انا عملت اللي عليا، وان جرى له حاجه بعد كده انا مش مسؤول. لقيته؟ لا. فتشوا المكان. بقول لك مش قاعد جوه. ابعد يا شاطر المقدم. مش قاعد جوه. ابعد. مش موجود يا فندم، لقينا باب مفتوح في اخر المحل. هنقبض عليكم لغاية ما يظهر. اقبض عليهم وهتظبط. مش من حقك. ايه؟ أنا بقول مش من حقك. معاك أمر قبض من النيابة؟ يا سيادة المقدم، أنت بتعرض نفسك للمسؤولية الجنائية بالطريقة دي. وأنا عارف أنا بعمل إيه يا سيادة العقيد. محدش منهم هيجي معاك. كده أهو. أيوه كده. طيب. هنتقابل في الوزارة. حاجة. تعال يا سالم يا ولدي نتغدى سوا. ابعت يا عمران هات لنا الغدا. ما اقدرش يا جد. مش هتيجي معايا يا منتصر؟ خليها تيجي من غيرك يا سالم. هتفضل هربان لي امتى؟ لغايه ما انفذ اللي في دماغي والسبب انا قلته لك قبل كده. صدقني يا ولد عمي، اول ما احققه هاجي لك بنفسي. اسمع يا منتصر، انا عملت اللي عليا، واذا كنت فاكرني حسيبك تبقى غلطان.
الحمد لله مفيش حد. على كل حال انا مش قاعد، المركب هتطلع من اسكندريه الفجر وعشان كده جيت اودعك. عاوزه لك اسكندريه. ما ينفعش، اصلا هسطح فوق القطر. هتفتكرني؟ اكيد. هتبعت لي حصلك؟ جايز. بلعوك ابوك يا كلب انكل على اليوم اللي انت اللي انا شفتك فيه. انا مالي ومالك، انا مالي ومالك. اوعى كده، اوعى اوعى، مش عايزاك اوعى. الدنيا حتى عايش علشانه غيرك. انت فاهم الكلام ده؟ تلاقيك لا انت فاهم ولا حاجه. فاكرني رقاص تاخد منها غرضك وتديها فلوس وخلاص. بس ده مش صحيح. عارف يا صلاح، اني ما شفتك ولا عرفتك. دوري هنا يا سالم. انا ارحم من غيري يا منتصر، صدقني سلم نفسك ولا حسابك. انا قلت لك يا دكتور يا مقتول، بعد عني يا سالم. هتهرب لمتى؟ ان شاء الله اخر العمر. مش هتقدر. فاكرك انك جاي لوحدك. انا فعلا جاي لوحدي. سلم نفسك يا منتصر، المرة دي مش هتقدر تهرب، وهنقبض عليك، هنقبض عليك. بعد عني تحدي من ايه؟ انا بقيت هتكون ماشي، سيبوني بخير. خلاص يا منتصر، دي اخر مرة هتشوفنا فيها. بعد رجالتك يا فؤاد، محدش يقرب منه. سلم نفسك يا منتصر. يا فؤاد المجموعة أنا وصادق الأقوال انتهت العملية. اديني شريط كاسيت لو سمحت. ساعة ولا ساعة ونص؟ ساعة ونص، خليهم شريطين. من عناية الاثنين. متشكرة. مع السلامة. ايه الوجه الجديد يا خواجة بشارة؟ دي بنت مهندس الري اللي اتنقل عندنا هنا في البلد من شهر تقريبا. ده باين في حاجات بتحصل في البلد وانا مش واخد بالي. العفو يا هشام بيه. ودي بقى صدقني يا هشام بيه، ده كل اللي اعرفه عنها. تطلع من دول يا راجل عجوز. هي ظاهر عليه تلميذه في الجامعه، من كام يوم جت واشتغلت مني كشفيق. طب ما انت عندك معلومات اهو. ولا معلومات ولا حاجه يا سعاده البيت.
هتفضل طول عمرك خايف. في هواك في هواك الحرمان. المنيا عبد الحليم ليلة شم النسيم. لف وارجع. صباح الخير يا حضرة المعاون. صباح الخير يا بيه. سعادتك مسافر النهارده ولا ايه؟ وفي تأخير في القطارات ولا ايه؟ كل القطارات في النهار ان شاء الله. ها؟ كل القطارات في النهار ان شاء الله. اه. اتفضل شاي ولا قهوة ولا أي حاجة. لا متشكر أوي. الجزيرة دي قبل السد العالي كان فيضان بيغرقها كلها، دلوقتي بتنزلها وتدي محصول هايل. يا بابا حضرتك ما بتنساش شغلك ابدا. عينيا اتعودت على الزرع والنيل. لما اتنقلت المنيا وجيت ادور على شقه شفت شقق كتير، لكن شقتنا دي ما قدرتش اقاومها، كفايه انها على النيل. الواحد يقوم الصبح يلاقي النيل قدامه، ينام بالليل والنيل جنبه، متعه. ربنا يدينا العمر ونكمل حياتنا في الشقه دي بعد ما اطلع المعاش. انا مش عارفه بتاكلوا اللحمه دي ازاي. هي فعلا مش مستويه، لكن هنعمل ايه بقى جعانين. احنا اسفين جدا يا فندم، هنغير كل ده. صباح الخير. نعمان نعمان انت فين؟ انت تجري اسمعي فطر اسمعي. مش وقته، هات بسرعة جردة بالمساحة. ومقاش بسرعة يا نعمان. ايه اللي بتقوله ده يا اسمعي؟ عوضي عاوز تطلع سلم كويس قوي، تخليه زي المرايه. الميه عندك في المطبخ. ايه اللي حصل؟ حاجه غريبه قوي، وانا في الشغل النهارده جالي تليفون مدير الامن، لقيته بيقول لي عاوز حاجه مهمه في الصين. قلت له هجيلك المكتب. قال لا انا هزورك في البيت وحدد الميعاد ساعتين. احنا لسه في السكه يا هشام، في فرصه تراجع نفسك وممكن نعتذر وما نروحش. لا يا فندم، انا فكرت كويس وخدت قرار النهائي. لكن اشمعنى دي بالذات اللي انت اخترتها؟ تصدق بالله يا فندم، انا وهي ما اتكلمناش ولا كلمه مع بعض، ولا حتى مجرد كلام تعرف. الحكايه جت بسرعه جدا قوي. اول ما شفتها عجبني ذوقها ورقتها وبساطتها، وعجبني اكتر انها في حالها ومن عيله على قدنا. قلت لنفسي هي دي اللي تنفعك وتستحمل تعيش معاك. اتكل على الله وادخل رسمي. بركه في سعادتك. المقدم هشام من أنشط وأكفأ ضباط المباحث في المديرية،
اتعودت بيه الدقة في التحريات والسرعة والذكاء. فوجئت بيه في الأيام اللي فاتت إنه مشغول بتحريات خاصة عن بنت حضرتك منى. منى؟ ومع إنه كان مضرب عن الجواز، لكن أول ما شاف منى استسلم ورفع الراية البيضة وطلب مني أجي معاه علشان أعرض الموضوع عليك. سيادة اللواء والد لينا جميعا، وأنا ليا الشرف إنه يكون معايا في اللحظة دي، أهم لحظة في حياتي. حضرتك تاخد الوقت الكافي للسؤال عن هشام، وانا واثق اننا قريب هنقرا الفتحة باذن الله. اللي فيه الخير يعمله ربنا ان شاء الله. مع السلامه، انستونا. الله يحفظك. مع السلامه. صباح الخير يا استاذ عبد الحميد. اهلا اهلا يا صباح النور. اهلا. على فين؟ عندي قضيه في اسيوط، هحضر جلسه المحكمه وارجع على طول. انا كنت هاجي لك المكتب عشان اسالك في موضوع شركه السكر. لسه التحقيقات شغاله وتقدر تيجي في اي وقت. صباح الخير يا نسمونة. تحب تقعد مكاني يا هشام بيه؟ متشكر، انا الكرسي بتاعي ده للصف قدام، ممكن نغير الاماكن؟ قوي قوي، عن اذنك. شفت ان دي احسن طريقه عشان اتكلم معاكي واعرف رايك. اذا كنت مكسوفه ابتدي انا الكلام. الحقيقه انا اختصرت كل الطرق، قدمت لوالدك اطلب ايدك منه، لاني محبتش اضيع الوقت ومحبتش كمان انك تضيع مني. انا كنت بضحك زمان عن اللي بيتكلموا عن الحب من اول نظره. اوعى تفتكر اني مراهق، انا عندي 34 سنه، يعني اكبر منك بثمان سنين. ما اعتقدش ان ده فرق كبير قوي في السن، ده انسب سن للجواز، سن النضج واختيار القرار السليم. تشرب شيء؟ لا شكرا. ما انت سامعني اهو. ما بتردش ليه؟ اتفضلي اسالي. واضح انك تعرف عني بعض المعلومات، لكن انا ما اعرفش عنك حاجه خالص. عشان كده بقول لك اسالي. ما اعرفش. انا ليا 4 اخوات، ولدين وبنتين، كلهم متجوزين الا انا طبعا. والدي ووالدتي عايشين في جرجب وصهاري. والدي عنده حط الأرض، يعني مبسوط الحمد لله. أنا كان حلمي زمان إن أبقى ظابط. عندي صورة وأنا عندي 10 سنين لابس فيها لبس الظابط. ولما دخلت كلية الشرطة كنت بستنى يوم الأجازة علشان أخرج لبس الكلية أفضل ماشي ماشي في الشارع عشان أشوف نظرات الناس ليا. لما اتقلت بقى المباحث نسيت البدلة والزراير والنجوم وغرقت في شغلي. حبيته. يمكن ده السبب الحقيقي اللي مخلينيش افكر في الجواز لحد ما لقيتك. احنا قربنا على اسيوط.
انت هتنزل على كليتك وانا هرجع المانيا. الو؟ ايوه يا فندم، انا جهزت كل البيانات. 14 لهم نشاط سابق وثلاثه بس ما لهمش ملفات عندنا. تم استجوابهم يا فندم وجاري اتخاذ اللازم. حاضر يا فندم. حاضر يا فندم. 9 صباحا. مع السلامه يا فندم. مع السلامه. مساء الخير يا باشا. يا مدام رد علينا مش كده؟ من ساعة ما رجعنا من الندوة انت ما بتتكلميش. في ايه؟ ما انتش عارف؟ عارف ايه؟ اسمع يا هشام، احنا اتفقنا اني ما اتدخلش في شغلك، لكن تعمل لي طرطوره لا. طرطوره؟ ازاي بقى لا سمح الله؟ انا زعلانه منك، ازاي ما تتصليش بيا؟ باين عليها لطيفه قوي يا هشام، عرفت تنقل. خبره 14 سنه مباحث يا فندم. مين الست القرشانه دي؟ دي واحده ست غبيه. ولما هي غبيه بتعرفني عليها ليه؟ انا مالي ومالها؟ علاقات اجتماعية. أنا بقى مش عايزة العلاقات دي. بس أنا عايزها. يعني إيه؟ دي مرات واحد من أخطر الرجالة في الوزارة. برضه ماليش دعوة بيها. بس أنت بتعملي ده علشان خاطري. وأنت محتاج له؟ كل واحد محتاج لحد يقف جنبه، يقول في حقه كلمة كويسة، يرشحه لمنصب أكبر. يسري ده ما تتصوريش أنا بكرهه قد إيه. وعلى فكرة ده بلدياتي. بس مش ممكن اعترف بيك كظابط مباحث كفء، بس موجود في موقع ممتاز. يعني كلمه منه ممكن ترفعني فوق. انت عارفه هو اللي رشحنا تميل هنا مصر. اشمعنى؟ يعني بيحاول يرد جزء من جماهيرنا عليهم. طول عمره كان واد خايب، لكن حظ ضرب. كل دفعته اتنقلت المحافظات والمراكز اللي هو اشتغل على طول في مصر. بيقولوا انه ابو مراته حطه في الحته اللي عليها العين ورستمه. يعني زي ما تقولي كده كوسه. البشاميل، كل اللي مطلوبه منك ان بين الوقت والتاني تتصل بيها. كلمتين حلوين منك هيفتكرونا. الدنيا بقت ماشيه كده. تكرهي ان ابقى راجل مهم؟ صباح النور. انا بارتك اللي في الشقه اللي قصادك. سميح. اهلا وسهلا. اتفضلي. اهو احنا جيران كده بالاسم، مفيش مره فكرتي تزوريني. لا ازاي، ضروري ان شاء الله. ممكن استعمل تليفونك؟ اصل تليفوني عطلان من امبارح. اوي اوي. اتفضل. التليفون هناك. ميرسي. اصل انا لازم اكلم ماما كل يوم عشان اطمن عليها. في حراره؟ طبعا تليفونكم ما بيعطلش ابدا. اتفضلي. ايوه يا ماما. صباح النور. صباح الخير يا ابراهيم. ادخل. صباح الخير يا فندم. انا جبت لحضرتك كل الطلبات وجبت كيسين رز. طب كويس، تخيلوا من المطبخ. انا معايا نص رمضان السباك، ساعات البيع لي النهارده الصبح ان خلاط المطبخ عايز يصلح. طب ادخل معايا. امسح رجليك يا استاذ رمضان وتعالى ورايا. ايوه حاضر. ممكن يا استاذ بعد ما تخلص تيجي الشقه اللي قدامك عشان تشوف لي بلاعه المطبخ؟ اصلها دايما مسدوده. نص رمضان مش فاضي، هو جاي مخصوص لشقه هشام بيه. بقالي اسبوع بدور على سباك ومش لاقي. لازم يا منى نزور بعض، تشوفيني اشوفك ونقعد نتكلم، وبعدين كمان صفوة جوزي لازم يتعرف على هشام بيه، على الاقل عشان نبارك له في الجواز، ولو انها جت متاخره لكن مش ذنبنا. اهلا وسهلا. اهلا يا رب. باي باي، مع السلامه. وبعدين انا مش عايز حد يزورنا، خصوصا الجيران. هي اللي قلحت، كنت هقول لها ايه؟ بلاش تزورونا؟ لا نقول، لان احنا لو فتحنا باب الزيارات مش هنخلص. بعدين بقى الزيارات دي مش لوجه الله،
كل زياره هيبقى عليها طلب، عايزين كارت، عايزين توصيه، كلم لنا فلان، كلم لنا علان، انا عارف الصنف ده من جيران كويس. وبعدين انا مش فاضي للكلام الفارغ ده، انا عندي مسؤوليات اهم واخطر، انت لازم تفهمي ده كويس. اطلعي انت لان ورايا مشوار مهم. ايه؟ انت عندك برد؟ مش عارف. هبعتك الدكتور. اتفضل. كان نفسنا نقابل هشام بيه. هشام شغله ملوش مواعيد، بيطلبوه في اي وقت من الليل او النهار. خدت الفيتامينات اللي كتب لك عليها الدكتور؟ النهارده بعت تلغراف المنيا، اكيد بابا وماما هيطيروا من الفرحه. انتظروا ولي العهد الامضاء هشام. صباح الخير يا باشا. في ايه؟ محلات هشام تقدم افطار مكون من كل العناصر الغذائية، صحي وطازج. صنعت عينيا وحياة عينيا. اتفضل كل يا حضرة الضابط اشرف. الواد ما بيتكلمش. مين الضابط اشرف؟ اذا كنت جعان قول للست والدتك ما تدلعش. قولوا ما تتكسفش يا حضرة الضابط أشرف. حالا وظفته وسميته أشرف هشام، اسم فيه عظمة ليا ولي. وضروري هطلعه ضابط تاني. الضباط هم اللي بيحكموا العالم امبارح والنهاردة وبكرة وفي كل زمان ومكان. لو سمحت يا مدام تاكلي كويس عشان حضرة الضابط يطلع من الغز واتجامل. ها أهلا. كان نفسنا يا فندم ليلة امبارح نقعد مع سعادتك. معلش أصل جالي شغل مستعجل. طبعا طبعا احنا مقدرين مسؤولياتك، ده أمن البلد كله في ايديكم، ربنا يكون في عونكم. شكرا. اتفضل يا فندم. أنا ليا رجاء عند سعادتك. خير. حضرتك ممكن تعرف إن عندي مزرعة دواجن ومخصص ليا حصة في العلف، وحضرتك بقى عارف الإجراءات الروتينية، يعني عقبال ما يصرفوا العلف تكون الفراخ ماتت من الجوع. كل اللي بطلبه من سعادتك إنك تساعدني بصرف الحصة بسرعة. أنا ماشي تمام، كله قانوني، إنما هي مسألة الوقت بس. سعادتك في مذكرة دي، تليفون صغير من سعادتك المختص، هتحل المسألة على طول. هحاول صباح الخير يا صاحبي. في حاجة؟ لا ولا حاجة. صباح الخير يا سعادة البيت، تحت أمرك. حسابك كام؟ خلي يا سعادة البيت كفاية هلت سيادتك علينا. كام؟ 2.5 جنيه سعر الجملة. أنا عندي شوية موز مغربي نمرة واحد ما يستاهلوش غير البهوات اللي زيك. احجز لك كام كيلو بعدين؟ انا بعتك ابراهيم. طيب يا سعاده البيت، مع السلامه يا بيه. مش ملاحظ حاجه؟ الاكل لذيذ جدا. انا ما بتكلمش عن الاكل. فستاني شيك قوي. الفستان ده لبسته 100 مره قبل كده. ما بتتكلم عن ايه؟ بص حواليك شويه. بعدين يا منى، هتقول النهار في تحقيقات واستجوابات مع ناس، ولاد كلب مش عاوزه تعترف، يعني دماغي بتغلي. خلاص خلاص. ايه
تزعليش مني، انا اصلي مرهق شويه. قولي بقى كنت بتتكلم عن ايه؟ ابدا، كنت عايزه اخد رايك في الورد اللي اشتريته النهارده. ورد؟ على فكره ابو كمال البواب ساب لك الجواب ده، قعد يكلمني عن ابن اخته اللي خلص تجنيد ومش لاقي شغل، وكان نفسه انك تساعده، ولما ما عرفش يكلمك كتب لك الطلب ده. ليه كده؟ هو فاكرني ايه؟ سمسار انفار ولا فاتح مكتب للسجل العطليه؟ حرام عليك، هقول له ايه دلوقتي؟ ده مستني انك تساعده. خليه قاعد يستنى، هو صنف دور ايه في الدنيا غير انه يقعد يستنى؟ عايزك تقف جنبي وتساعديني، انا تعبان تعبان، حاسس ان كل حاجه بتقع حواليا وانا واقف لوحدي مش عارف اتصرف. ساعديني، لازم ارجع نفس شغلي. حاسس ان الايام بتعدي مفيش اي خبر وانا قاعد مستني في مكاني. لازم ارجع نفس شغلي نفس مكاني، هو ده التعويض الوحيد اللي ممكن اقبله، هو ده التعويض الوحيد. فين؟ نازل اشتري جزمة. امال الجزمة اللي في رجلك؟ بعدين الدنيا بتنطر بره. روح اعمل لي كوباية شاي. حوالك 50 جنيه بعتها لي بابا. من امتى ابوك بعت لك فلوس؟ بعت لك كام قبل كده؟ ابوك بيصرف عليك دلوقتي؟ بقينا بنشحت؟ والله يا عيال بقيتكوا راضية؟ أرجوك يا هشام بلاش نتخانق. كلميني أنا بقى إيه في البيت ده؟ هو فين البيت ده؟ ده بقى صنعة مجانين. من امتى بعت فلوس من أبوكي؟ من امتى بعتها لي قدامهم؟ أنا لو كنت عايزة أفضحك كنت فضحتك من زمان، لكن أنا بنت متربية، أهلي علموني ما أسيبش جوزي وهو في أزمته. أنا استحملت كتير ومرت عليا ايام اسود من السواد، وفي كل مره بقول اصبري يمكن بكره يبقى احسن، لكن مفيش فايده. ضاعت اجمل سنين عمري واتبهدلت، هديت اعصابي وجبت لي المرض وسكت، وبعد ده كله بتقول لي فضحتك؟ انا بسالك على الفلوس، ردي على هذا السؤال. فلوس؟ هي فين الفلوس؟ مش كفايه اللي انت ضيعته على المنظره سواق وعربيه؟ انت فاكر ان معاشك ده بيكفي 10 ايام في الشهر؟ انت بتعايريني بمعاشي؟ انا لا بعايرك ولا حاجه، انا بفهمك الحقيقه اللي انت مش عايز تفهمها بس، ولا كلمه ومفيش خروج من البلد مفهوم. وقالت محكمه امن الدوله العليا في حيثيتها ان ما تؤمن به واطمئن اليه ضميرها ووجدانها
ان الاحداث الجسامه التي وقعت يوم 18 و19 يناير كان سببها المباشر والعرضي هو اصدار القرارات الاقتصاديه برفع الاسعار، وهذا التلاحم الزمني بين اعلان القرارات واندفاع الجماهير ينفي تماما احتمالات التحريض او الاثاره او استغلال الموقف او ركوب الموجه لانها يا طبيب. وتلاحظ المحكمه ان محاضر المعلومات والتحريات قد اعدت على عجل وافتقدت ما ينبغي لها من الدقه، ثم انه قد اعتراها التناقض والتضارب والغموض، بل ان هذه التحريات في بعض الاحيان كانت مستحيله التحديد والتصديق. هو ده الحكم اللي مستنيه من 3 سنين؟ تمين وبرضه ارجع شغلي تاني. فوق بقى ريحني وريح نفسك. ارجع شغلي واعرف ازاي اربي الكلاب. طلعني كفايه معاك منى. انا متاسف وانا عازمها على الخروج نشتري كل اللي هي عايزاه. بعدين يا هشام ارجوك بلغيها اللي قلته وانا في انتظارها. لسه برضه انا ليا نفوذ. وبعدين مش معقول شقه في عماره محترمه تضر بالقمار. انت اللي عملت كده؟ كان لازم اعمل كده من زمان. نجيت. أرجوك يا بابا ما تسيبنيش هنا، خدني معاك. حاضر حاضر بس اهدي. Thank you.
والله ما انا عدت. انت يا بيه مين ما حدش فيه؟ انت يا بيه اسمي من الاسامي اسمي من الاسامي تكون عمر الشريف من ساعه في النيل. انت يا بنت لا دمرت عادتي خلاص حقول. انت كان مهنا وقت الفرد خلص وبيصلح معانا في الافراح. افراح خلت غزية دي؟ ايوه كان خدني من الصباط وعشت معاه 30 في المنظر وهممتني الراس لحد ما طب علينا ابويا فجأة وكشف المستخبي وهربت خالتي مع المغنواتي. يا حلاوتك يا اختي يا حلاوتك وحلاوت ابوك كانك تعست عليا انت وابوك يا هنادي يا خرابي. وانا اللي كنت فاكرك بتروسيني لوحدي انت اللي جبت راس العم من الشعب. بس ما حدش لمسني وانت واخدني بنت بنوت يا جاد ولا نسيت؟ وايش عرفني يا اختي ايش عرفني يا فضحتك يا جاد يا شهادات الشباب لو حد عرف في البلد اللي انت غدية ايه ده؟ ايه ده راجل في حد هتضيع نفسك عشان غزيه؟ يا جدع انت مالكش كان معايا انا كان مع ابو رشدي. استوري الحته دي والحته دي وسيبيني اللي في النص هدعيلها انا بالستر. يلا اطلعي. اوعى يا جدع انت لا يا ابو رشدي مش كفايه عليا ميسي يا ابني يا جاد اللي اتكسر يصلح. يصلح ازاي يا ابو رشدي؟ خليك رويح. يعني ايه رويح دي يا ابو رشدي؟ يعني خلي روحك رياضيه وفوت وكل بصل كتير عشان تقدر تفوت وخليك رويح. الله امال وقف جنب اي حيطه واسند ظهرك والعرض لك يا جاد. هرد لك يا جاد وخليك رويح ورويح وفوت. يا شيطان الشيطان يا بلوشتي يا حزب الحزب ده ما فيش صريخ ابن يومين على الكبر. يعني الواحد لو اذى مش هيلاقي حد ينجده. لا في واحد هناك اهو ما اروح له. يا شتاتي يا شتاتي يا خسرتك يا جاد يا خسرتك في الموت. بس اعمل ايه؟ لازم انا اموت نفسي لازم انا ازعف النيل. بس قول لي البلد ايه؟ مرجت غزيه مرجت غزيه. تلاقي الميه مرصراصه دلوقتي يابا. اي خدمه يا اخ ساعدني يا خال. عاوز مني ايه؟ عايز انتحر. يلا نط. طلع ايه يا جدع؟ مفيش ايه ده؟ ارجع اللي في دماغك. واقول لك ليه؟ اذا كنت هنط وراه. الله انت مرضك كمان طلعت غزيه. انت عرفت؟ احيي بقيت مشهوره مشهوره. خلاص يا عم الحاج حاج مننا شعب يحب النكد قد عينيه. يجي العيد نروح العرافه. حرام عليك كفايه ما تعذبنيش. حتى لو ضحكنا نقعد نعيط ونقول خير لما قالوا خير. حرام عليك ما تيأستيش يابا. حتى الام يوم فرح بنتها تقعد تعيط وكانها ماتت وتقول لك دي دموع الفرح. حرام عليك حرام عليك يأستيني في حياتي. يلا يلا نوت سوا. طب نط انت وانا هحصلك. الله طب مين اللي عالشباك لك؟ مين اللي عالشباك؟ يا سيدي انا هساعد نفسي بنفسي. توكل على الله انت بس. يلا توكل على الله. استجدت حصلني. ياح ياح الله ده ازعب صحيح. الهي ربنا اللي باختك. طب ازعب وراه ولا اطلع عايز؟ ده في الحلم اللي صعب جد. حتى لو حتى وغرى الى حد يوجده. غزية ياح اتنين ياح. يا شتاتي يا شتاتي شتات عليك يا نيل. كل الخليج بيدع فيك يا شتاتي الشتات. ده بيبقلل بيبقلل وانا عين. انا عين انا عين يا سيادنا. يا روح ما وعدك روح يا ولاد. يا روح ما وعدك روح. تعالي يا جدع انت عايز تقطع كمان بالليل. ايه مرادك غادي يا شداد الشهر عليك يا نادي. يا شداد الشهر عليك يا غوادي. Thank you.
ربنا يقلي بختك يا سليم. بقولك ايه؟ روحي انتي. من ساعة ما عرفت يا مولانا ان مراتي غازية وانا هشان مش عارف اعمل ايه، اطلقها ولا اخليها على ذمتي واروح؟ روح يا مولانا. هل بعد زواجك منها فكرت ترجع للرقص؟ ترقص تاني؟ وايمنات المصطفى كنت قتلها. بس الكذب خير بقى يا مولانا، ساعات يعني كانت بترقص على اساس ان انا جوزها. ان الله يغفر الذنوب جميعا، ولان يهدي الله بك امرا خير من 70 سنة عبادة. احمد ربنا يا ابني. حمدنا وشكرنا والله. يجوز ممكن تتعب في الدنيا شوية، بس عملك ده هينفعك في الآخرة. خليها يا ابني، ربنا يجعلك من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. بحبك؟ الحقيقة
قولولو بحبه بحبه من أول دقيقة، قولولو بحبه ومتوهني حبه في بحوره الغريقة، أبو عيون جريئة أبو عيون جريئة. لحقت وحشك؟ ما انا لسه كنت معاك امبارح. اه لو تعرف اللي انا فيه، وشه اللي خلق تداري، كان قلبك يسهر ليالي مع قلبي ويقول له اه. في حاجه حبيبي ولا ايه؟ تشربي ايه؟ برتقال. واحد برتقال واحد بيره. بيره؟ اه لا انا غير كحول. يلا. والله العظيم وحشتيني. والكلام ده بقى قلته لكام واحدة قبل؟ كلهم. كمان بتعترف؟ أمال عايزاني أكدب عليكي؟ والله العظيم قلت لهم كلهم. بس الفرق بقى إن أي واحدة كنت بقولها كده كانت بتيجي معايا على الفيلا على طول. على العموم أنا طول عمري مؤمنة إن الأفعال ليها صوت أقوى من الكلام. نحن رجال أفعال لا أقوال. يلا. على فين؟ هطلب إيدك من أبوكي دلوقتي. حيلك حيلك، وأنت فاكر الموضوع سهل كده؟ وإيه اللي هيصعبه بس؟ ان شاء الله لما تقابل بابا ويسالك انت يا ابني شغال ايه هترد عليه وتقول له ايه؟ هقول له. هيقول له يا عمي انا اول ما اتجوز بنتك وانفذ الوصيه هكوش على ثروه عمي كلها. ماما. ايوه ماما، لازم جوازك من شيرين يتبني على الصراحه وتقول لها على الوصيه قبل الجواز. وصيه؟ وصيه ايه اللي ماما بتقول عليها يا ستي؟ دي بتهرج، انت صدقتي؟ اقول لك انا بقى يا مزبزل هاني، بقى عم الجدع التلفان ده اوصله بكل ثروته، شرط اساسي انه يتجوز واحده تكون محترمه، من الاخر تكون بنت بناتي، ما تنمزلش قبل كده. ما تجيب حنكس ليه؟ انت كنت بتعمل كل ده علشان ثروه عمك؟ لا يا شيرين، انا عملت كل اللي انا عملته ده علشان بحب. انت مش بني ادم، مش بني ادم. شيرين شيرين كده يا استاذ، يعني انا ناقصه؟ تفتكر في امل بعد البير ولا قبل البير؟ الله شكلك حلو قوي، انت عامل زي الواحدة اللي الكبد طبخها. خربتها يا اخويا وجاي تشمت؟ انا برضو يا جدع اللي خربتها، انا اللي داريت على مزبزل شيرين وما قلتلهاش على موضوع الوصيه. ملعون ابو الوصيه على اليوم اللي شفتك فيه يا اخي، فلوس ايه ونيله ايه؟ انا كل اللي عاوزه دلوقتي ان شيرين تسامحني، انا بحبها يا جاد. وماله؟ بس يكون في علمك ناقص 10 ايام ولا 40 يوم يخلصوا يا روميو. يا ابني مالك؟ في ايه؟ انت هتفضل قاعد مكتئب كده على طول؟ خايف عليا قوي مش كده؟ ايه السؤال الاهبل ده؟ طبعا لازم اخاف عليك، ومش انت ابني الوحيد برضه؟ ولما انا ابنك الوحيد عملت فيا كده ليه؟ عملت فيك ايه يا ابني؟ خليتني اصدق ان مفيش بنت محترمه، خليتني افقد الثقه في كل البنات. هي دي اخرتها، بس الغلطه غلطتي، يا ريتني كنت سبتك لامك تربيك. الست الدكتورة بتاعت الأخلاق والمبادئ والقيم،
اللي تخلت عن ابنها الوحيد. معاك حق يا ابني، انا فعلا غلطت في حقك كتير، بس اوعدك مش هسيبك الا لما ترجع للشريط. انا مش محتاج مساعده من حد، انا هبدا حياه جديده تماما وبنفسي. تطلع صح بقى تطلع غلط مش مهم، المهم انها هتبقى حياتي انا وبايدي انا. هتعمل ايه يا ابني؟ مديونير البنك هتسدد النهار. الحمد لله. يا سلام، ومن بكره المكسب كله هيبقى ليك. ياه، الواحد بقى يروح يشتري 800 حشيش وقلبه مستريح. اطلع بره يلا، اطلع بره. اطلع بره، اطلع بره، اطلع بره يلا، اطلع بره. الواد ماله قلب على ثلاجه ليه من ساعه ما ثلاجه ايه ده؟ دي فريزر. ازيك يا عبد الصمد؟ ازيك يا بنت؟ مبروك، الف مبروك. الله يبارك فيك. انا لفيت المصنع واتاكدت انكم فعلا اتغيرتوا بحق وحقيقي زي ما قال لي جاد. جد؟ انت بتتجس علينا يا متر؟ ازيك يا ابو رشدي؟ هتجس عليك ايه بس؟ يا سيادني انا من الاخر من طرف الدكتوره سوسن. جابتني واتفقت معايا ان انا بس عليكم دور المحامي عشان اساعدها ان ربنا يصلح حالكم. خليك روحي يا ابو رشدي. رويح اخيرا فهمتها. ربنا يبارك لنا فيه. بعد اذن سعادتك يا سعاده الهالم. بعد اذنك يا رشدي بيه. يعني ايه؟ لا يا ابني ما انا فاهم حاجه. طب ووصيه اخويا المرحوم؟ الوصيه بتقول ان سليم الكبير كتب كل ثروته لسليم الصغير. انا مش فاهم حاجه، والشرط اللي في الوصيه دي؟ فكره جات لي انا وعبد الرحيم سكرتير المرحوم عشان نصلح حالك وحال ابوك. جرايه يا ماما، انت عامله عليا لعبه ولا ايه يا حبيبي؟ انا خايف على مصلحتك. خايف على مصلحتي تعملي كده؟ مش كده يا سيدي. امر ازاي؟ الناس دي لعبت بيا ومشاعر. بس حالك اتصلح وبقيت بني ادم محترم. بس انت من غير ما تحسي ضيعتيني. اللي اتكسر يتصلح يا بابا. يا بابا انا اللي اتكسر جوايا لا يمكن يتصلح ابدا. شيرين مسافره النهارده، الحقها يا ابني، البنت بتحبك. يا رب يلحقها. ان شاء الله هيلحقها زي ما انا لحقتك بالظبط. صدقيني يا سوسن انا بحبك قوي، وخلاص اتغيرت ولا يمكن هبص لحد غيرك. انا اللي مش هديك فرصه تبقى لغيري، لاني عرفت ان كان لازم ابقى انثى. لازم تبقي انثى قدام جوزك حبيبك. انسى انسى بجد يا حبيبتي يا سوسن.
ايه ده ايه ده؟ انت مين يا استاذ وعايز ايه؟ انا اسف يا عم، انا انت ايه؟ انا انسان فاشل جدا، عشت عمري كله بدور على حاجات تافهه عشان اعملها لحد ما قابلت بنتك وخلتني بني ادم تاني. انت كداب، وعملت كل اللي عملته ده علشان تفوت بثروه عمك وبس. انا بحبك يا شيرين، والله العظيم بحبك، وعمري ما حبيت حد كده. اطلع المطار. مين ده؟ والكلام ده قلته لكام واحدة قبل؟ بتاع 3-4 مثلا. تتجوزيني؟ إذن فيا الحرب. نعد الخيل ونسن السيوف؟ نعم، ولنذهب بهم إلى خيمتي بحدائق الأهرام. طب وماذا نحن بفاعلين؟ سنحرر الجوار. هي البلد الله كده ليه؟ وإحنا بعتنا السباك هجي سباجي صلح النور. انت سكرتي ولا في ايه؟ امال انا هجيب كهربائي؟ انا مش شايفه حاجه. طب خدي بالك بقى لا تتخفي في حاجه. ماشي. انا مش قايل لك تاخدي بالك، اديكي وقعتي اهو. هاتي ايدك لما اقول. الشجرة دي طلعت امتى؟ دي ما كانتش هنا الصبح. ايه الليلة السودا دي؟ يا بنتي ما تلزقيش فيا كده. انا خايفة، خايفة قوي. طب ما انا خايفة اكتر منك. انا خايفة اكتر منك. يا نهار اسود. ايه في ايه؟ السلم ده ما كانش هنا الصبح برضه. يا عم الفيلا كلها ما كانتش لسه بنت الصبح. انت بقى خلصنا. مش راضي يفتح. ده مفتاح العربيه. امال مش راضي يفتح ليه؟ انت سكرتي ولا في ايه؟ انت مجرب كده الريموت. ايه ده؟ انتوا مين؟ وبتعملوا ايه هنا في فيلتي؟ بابا؟ ها؟ انت عجزت كده ليه؟ ده انا سايبك صغير الصبح. هو انت يا جاري الهنا ولا مملي عصابه وجاي تهجم عليا في رصاص الليالي؟ دول صحابي يا بابا. انا مش ابوك. ايه؟ يعني انا ابن حرام؟ وجئت لاعلمه من اين ولكني اتيت ولا ايه؟ يا عم اتيت وانت قاعده شويه. ده ممحون بجاري. ممحون بجاري؟ ممحون في عينك قليل الادب. هتمشي ولا اجيب لك البوليس؟ لا 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 يا عم، بص والله 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 احنا غلطنا في الفيلا. انا عارف، انا عارف يا بريئه انك انت بريئه. انا عارف الذنب كله على اللي مترباش ده. خش جوه، خش جوه، خش جوه، خش جوه، خش. يلا حصلي زميلتك جوه. خش. انا عارف انت بريئه. البابا قال. طب يلا بينا احنا ولا ايه؟ احنا هندشدش الباب ده على اللي فيه. هما فين؟ امسك. يا استاذ ممحون. يا استاذ ممحون باشا. استاذ ممحون ممكن البنات؟ ده الجيران لبعضيها مش كده يا استاذ.
لازم الحب دي جالي بعدها مش كده. مش هتاخد الجوزة طيب؟ شكلهم هيطولوا. ايه دي؟ دي الجوزة. زي الفل. دلوع العزق. زي الجميل. ابو تعالوا. تمام قوي. لا والباب مفتوح لوحده. ده انت لنتك سودا النهارده. يلا. ايه يا بنت في ايه؟ خايفه حبك. حب ايه؟ ده انا عرفت من نص ساعه. من اي حد بيحضني ويبصني بحب. ده انت حبيتي بقى مصر كلها. بقول لك يا بت، انا ما بحبش الصوره دي. يعني ايه؟ يعني بحب البت اللي تكون صعبه شويه. يعني اول ما تشوفني تطلع تجري، اقوم طالع اجري وراها، اشدها من الفستان يتقطع، ابص انا بقى ساعتها. يعني حسسيني كده بشويه مرمطه. ده انا همرمطك. انا اللي همرمطك. خد يالا هنا يالا. ايه ده؟ ايه؟ مين اللي جاب صورة الست المجنونة دي هنا؟ ولاش. مين دي اللي مجنونة يا بنت المهبوش؟ ضمي. هو انت امك بقى تبقى سوسن مبادئ؟ سوسن مبادئ؟ ومصدعانا بمحاضرات المبادئ والقيم والاخلاق. وفي الاخر تطلع ام تايجر المنحرف. طب احترمي نفسك يا حيلة امك. أنا أمي ست محترمة وربيتني تربية محترمة، ولما تخشي بيت العيلة المحترم تحترمي نفسك وتبقي محترمة. إيه ده؟ نزلت الاحترام. راح يا أمي. طب يلا يا صالح اللي فيها. يلا يا حبيبتي بره. يلا عشان تحاول المحاضرة بدري. يلا يا حبيبتي. يلا يا أخي. يلا. ليه كده بس يا مان؟ في حد يرفض النعمة يا مان؟ أنت سكران يلا ولا إيه؟ لا. تعالى معايا. ايه رايك في اللون ده؟ وعلى فكره انا جاهز، بس الفتره معدوده. انت الحقيقه ما تلحقنيش. لا لا لا، انا ماليش في الالوان والمقاسات دي، انا ليا في دي. ده اليوم الاسود ده اسود في اسود كتير. على فكره الاسود والسيلفر احلى الالوان. اه على اساس ان احنا هنشتري العربيه. اجيب لك واحد اصفر وتبقي تكسب عاصمه. انا كل لبسي اسود، في مانع؟ لا مانع ايه، ربنا ما يجيب موانع خالص يا ابني. لا دي العين رمه. لا 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 انا دمي حامي شطه مولح. اه محبش النبي. هو بيتكم مسكون بعيد من شارع الهرم ولا ايه؟ قولي لا، هو اللي بيحصل كده شويه. حبيب قلبي ما تجيبي بوق صدرك. ده في ايه؟ عمي مات. ما قاليش. ما قالكش ايه؟ بقولك عمي مات. اخوك مات يا رشدي وانت قاعد بتشوي هنا. اشوي ايه؟ ده هي اللي جايه محروقه. اخويا مات يا بنت الفقريه، فوتي عليه بالاسود اللي انت لابساه ده. اما رقم 010 والباقي كله حايد. اشوفك بعد الاربعين. يا عم اخوك مات. طيب ايه؟ عرفت انه مات وانه انا باظت وادينا اهو حزين. عمك اللي في الصور ده شبه عبد الحليم قوي. انت حمار يالا، ده عبد الحليم. ما انا عمي كان عازف ناي في فرقته. امك جايه ليه؟ معرفش. ازيك يا ماما؟ اهلا يا حبيبي. انت عرفت ازاي؟ من عبد الرحيم سكرتير المرحوم. فيه الخير عنكم. ماما جو صاحبي الدكتوره ساوسن. سوسن مبادئ؟ جو ده اسمك في البطاقة؟ لا، أنا اسمي في البطاقة رجب عبد الصمد رجب. وبتشتغل ليه يا رجب؟ أنا طنط أتخن دي جي في مصر. عبد الصمد ودي جي؟ طب تيجي ازاي دي؟ جاهز.
جايباه معاك ده؟ مش ده صاحبك؟ اه صحيح. خلصت؟ اه سعيكم مشكور. مات صاحب اللي الحزين وساب جوانا جرح أليم. ماتت الرومانسية من بعده، من بعده ماتت الرومانسية. هو ده ماله خشب كده؟ ده اللي فضل منه يا بابا. أخوك المرحوم ساب وصية مع جاد الرب المحامي، وجاد الرب جاي بكرة إن شاء الله من البلد، وبعد العزاء هيفتح الوصية في حضوركم وحضور الدكتورة سوسن. بمناسبة ايه الدكتورة سوسن تحضر فتح الوصية؟ مش كفاية خلعتني وطردتني من البيت؟ علشان انت راجل هلاس وعلمت ابنك يبقى زيك يا راجل يا موبوء. لا أرجوك سيبهولي، أصل المرحوم معلمني أعزف عليه علشان لما هو يموت نايو ما يسكتش أبدا أبدا. أنا ارتبطت بيه عاطفيا. بالمرحوم؟ لا بالنايي. خده، أنا مش عاوزه. أنا شخصياً ماشي مع طبلة، بس طبلة إيه؟ طبلة طبلة. ها؟ المقرئ ما جاش ليه؟ زمانه جاي. إيه الدخان ده؟ هيرصوا حجرين على روح عمك، ما أنت عارف كان بيعز الجوز قوي. أروح أنا أظبط الصوت ده عبال ما المقرئ يجي؟ اتكل على الله. ماشي. قال شد حيلك يا دكتورة، شد على الله. تفضلي حضرتك كرسي. هاي ما تزعيش نفسك قوي يا تونت عشان الزعل يبين انت جايت لي تحت عينيكي. تشاو تجعيت. علي يا ابن البيت شوية. ايوه فل قوي كده. هلو ايفريبادي ان بقى لله. شوف صاحبك ابن العبيطه ده، هو فاكر نفسه في الديسكو، هو لسه عمل حاجه، ده لسه هيسخن اكتر من كده. اه بنوازي وبنشاطر وبنعزي حبيبي وصاحب الطايره، وبنقوله كلنا دايما دموع دموع دموع. علي يا ابني البيت شوية. وبنقوله كلنا ابقى يا حياتك يا دايما. حياتك الباقية يا جو يا حبيبي، يعني ميرسي على الكومبليمون اللطيف ده. عارف لو طلع نقطة هروح اقتله لك. حبيبي تهمنيش بحاجة. يا اخي الحباية اللي انت جايبها لي دي مهرشاني قوي. اقدر ادور ده، انا دماغي بتاكلني يا معلم. طب بقول لك ايه، معايا حاجه ثانيه. انت سكرت ولا ايه؟ ها مسكوتة حلاوتك يا جدع. الواد ده جدع والله العظيم، الواد ده جدع يا جدع. اه احسن لك روح سكته، يا روح اجيب لكم البوليس يقبض عليكم عشان حبوب اللي عمالين تنطوروها في الصوان دي. اجيب لك واحده معاه صليبه هشوف لك، لو ما لقيتش هات ترمشاك. ماشي. سمعت خبر وحش قوي. ايه؟ انت سبت الواد بتاعك ولا ايه؟ ايوه. كنت بقول لها ده دايما ما معهوش ما يلزموش، هيصرف ايه في الحياه؟ دليله برضه كده، لم الحاجه بقى. لا لم ايه؟ ده انا لسه ما قلتش كلمتين على بعض، وبعدين الحبايه لسه ما اشتغلتش. طب المهرشه دماغ اهلي ليه؟ انت طفيت بقى تايجر. ايه البتاع ده؟ ده المايك. وحيدوو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 و
تفضل تفضل الله. مستعجل ليه؟ لسه السهرة طويلة. تفضل الله. المقرئ فين؟ انت هتوترنا ليه؟ مللة زي الفل يعني. هارد لك يا انكل. انكل هارد لك؟ ليه خسرت الدوري؟ اقص عليك يا انكل. اقص على اللي جابوك.
سعيكم مشكور. سوري يا انكل، ما بسلمش عشان الفلونزا خنازير. مين الخنزير ده؟ ده وائل. انا رايي تلم اصحابك توديهم على عزا الحريم. انا بعت واحد. قال الله. فقال الله المرحوم سريح. وانت مش ناوي تسريح. مين ده؟ ولا اعرفه. اللهم طولك يا روح. طنط انت شكلك متضايق قوي. بليز عيش اللحظه، ما تزعليش نفسك ولا هيجي لك هارد اتاك. ايه ده انت؟ ايه اللي دخلك هنا؟ وانت مالك وتقول لي انت ليه؟ الله، هو انت انتي ولا انتي انت ولا انت انت ولا انت اشتري؟ انا داري وانت مالك. وايه البلاوي دي؟ انا مش فاهم. ما تزعليش نفسك يا دكتور، احنا كلنا جو 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 ما اديتوش حاجة، ده أول ما شاف البرشامة مات. المقرئ فين؟ الليلة العسل دي. عسل إيه؟ الناس بتموت أهي. مين مات؟ جاك. بقى لله، هو ده عزم مختار؟ أنا افتكرتك، أنت لسه ما لقيتش عزم مختار. هو ده عزم مختار؟ ده عزا ورثة أم مختار. طب ما لكوش حاجة وحشة. لا خد، راح فين؟ مدام جه تخش عزي. لا خلاص، عندي ميعاد، مش هقدر. خش. مش هو ده؟ ده مسكين بقاله 7 سنين بيدور على عزم ومختار. مش عازم. خد يالا، خد يا يا علماء حبة. ييجي بطبح له البطة. ييجي ده قولي يا بنت هلال، لما ميسي ده بيركبك يعني بتحس بإيه؟ هنبص بسطي الضربة تقدم لما تعطشرك انت وامك. ايوه ده في الترع بتاعت مصر. ترع ايه يا هبني؟ ده بزين يا فلاح، بس خلي بالك من القرار. بيعمل ايه؟ هي الترعه دي خويته يا جات يا بيه. عم فراشه ازاح الورق. واو، رز قوي الفراشه دي، بس محتاجه تغيير صوت. بعدين متجوزه واحد منتهي الصلاحيه. حلاوتك يا رياف وحلاوتي اللي بيجي منك. بعدين استر نفسك يا ليت البخت. جرايا يا برشدي، البيت له حرمه، دخل عليا كذا بتاع مداح. جرى لك ايه يا اخويا؟ دي ترعت اخويا من سبعيه ربنا نطط الشباره. شباره مريم بورطيه دي تبقى ايه؟ يا بتاعتي يا بتاعتي يا بتاعتي يا بتاعتي يا بتاعتي. واو مراتك نتايا عالي يا جاي. عالي العالي. جرب اختطي يا بنت الطرفه وتديها يا جدع. في ايه؟ في ايه؟ خليك اصبر. يعني اصبر يا برج. يعني اصبر علينا شويه. الله دي عال. عالي العالي. هوب هوب هوب. ايه بقى؟ بقول لك ايه يا جدع؟ بص الجهاد، بص الجهاد يا برجدي، بص الجهاد. بقول لك ايه؟ من الاخر كده احنا لقينا بنت الحلال يا استاذ جاد. ومال يا اخوي؟ هوب سيب العنوان وانا بحصلكم. بقول لك ايه يا برجدي؟ سايق عليك النبي تخفى من قدامي عشان العفاريت بتتنطط قدام عيني. اخفى. مش هبه. طب ادينا هبه واحده. مفيش هبه يا برشدي. يا شيطان الشيطان عليكم. بنت يا هنادي. هنادي. تروح فين يا ليلة البخت؟ هنادي. هندور لك عليها بقى هبه. يا برشدي عشان خاطر ربنا. سيبني يا برشدي. بنت يا هنادي. هنادي. هبني. هنادي. خرادي انت كنت مالي ليه؟ انت مش قلت لي اختصي وما تبنيش اللي لما اقول لك. بضيع يا هنادي. ايه ده؟ مفيش. من فيكم سنين؟ سليم اهو. اهو سليم اهو. فين سليم؟ فين سليم؟ انت سليم. انا سليم. وريني بطاقتك. هو ده سليم. انا سليم. اتفضل. نعدي. اتفضل. حاضر. وانت معروف كده ولا ايه؟ يا برشدي الكلام عم بزعلني. اهو الولد ده مش معانا يا سعاده البيت، يا ريت تسيبوا عليه الكلاب وتخلصونا منه. ما ينفعش، لازم يدخل ويشوف العروسه بعينه. يا شيخ الشيطان كل ده حراسه على باب. دي اكتر من الحراسه اللي حدانا في المركز اللي بتزورنا. افتكرت والله، فكرتني ده باينه معانا، بس اصل الذاكره عندي اتهزت من ساعه الخضه. سيبوه.
يا مرودي ريح عليك يا مرودي. يا عم انا يشرفني ان انا اطلب ايد بنت حضرتك. واحنا علو باشا مستعدين لكل الطلبات. الحياة يا جماعة انتوا يعني يا سبحان الله. والله يا سعادة الباشا ومالك علي حلفان. قالي طول السكة براحي في الجوز دولي وبقول لهم على نفس الكلام اللي سعادتك ما قلتوش. قلت لهم يا اخواني انتوا فين والباشا في ايه؟ هي العين تعلى على الحاجب؟ مالك يالا؟ الله في ايه يا جهاد؟ الله الشيء اللي انتوا جايبينه معاكم دوت بيقول كلام مظبوط. تشكر يا سعادة الباشا. علو باشا برضه ناس مش قليلين. انا واعوذ بالله من كلمه انا من كبار رجال الصناعه في مصر العربيه المتحده. العربيه المتحده؟ ما تتنفخش قوي كده، ما المصنع واقف. هو ما يعرفش حاجه. بس انا على حسب معلوماتي ان سليم ابنك عاطل وصايع وطول النهار بيجري ورا البنات ومقضي الليل كله لغايه الصبح في السهر في الديسكوهات والكباريهات. لا حرام، الظلم حرام. ان جيت للحق والحق يتقال يعني ابوه بقى اسمه قال عنهم مراحل. اتحرس يا حيوان. الله يا عم دي كلها اشاعات مغرضه. ربنا يقلي بختك يا سليم. انت عايز تقول ان الباشا بيقول اي كلام وما بيفهمش حاجه؟ ده انت ناقص طول ان هو جابوس مطاح. في ايه يا ابن الوري؟ انا ما زلت مصر ان الشيء اللي انتوا جايبينه معاكم دوت بيقول كلام مظبوط. بس يا بابا انا خلاص يا بنت. انا اسف يا جماعه، طلبكم مرفوض. انا بنتي مثال الشرف والعفه والطهاره، اجوزها لواحد زيك؟ لا. ربنا يصلح حالك ويوفقك في اللي انت بتقوله. وانت يا مدام اسمعي كلام ابوك وما تخرجش عن طوعه. الله كده. طب ايه رايك بقى ان بنتك مقفوشه معايا في عربيه؟ اخلص وقول له على الشقه. وفي شقه بقول لك اخلص. ما تاخذنيش يا سعاده الباشا، انت اللي تخرص وتحط في بقك بلغه كمان. لان من ناحيه مقفوشه ده ايه مقفوش والدليل معاي. الدليل اهو، اتفرج يا باروش. شوف شوف صوره البت مع الواد اللي اسمه تامر حسن العاطفي دي عاملين مع بعض فيديو بليب. يا نهار اسود ده بليب وزداني. اتفرج وحمص يا اخي. خد سليه سليه. اتفرج يا باروش. يا فاكر يا مكرمه. لا 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 عيب. لا 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 بنتي لو غلطت نقفل الباب علينا ونربيها وما نحشرش منجز زي ده في وسطينا. انا لازم اقتلها وانا ما عنديش مانع. امسك دي وشرف امي اللي قتلها. وشرف امي اللي قتلها. يا جماعه العباس دول ما يطلعوش من هنا. هاتوا الكلاب. كلاب كلاب لا انا ابو حضرتك يا مولانا. يا طريقك وين؟ يبقى كده يا سجان زي ما بتقول الناس مفيش بنت ما اتلمستش. امال اللي بتقول ده يا بيه؟ ما انت قدام اهو. كان حد لمسك غير يعني ولا كان حد لمسك غير؟ يا دي الهيبه، ده انت اللمسه الاولى والاخيره يا جاد. يا نادي. يا نادي. ده انا بتدقشم يا بيه. لا انت دي وجعاني قوي قوي. يبقى هتطول يا جاد. هتطول ايه بس يا نادي؟ ده انا واخد علقه موت على الطلاق بالثلاثة منك. علقة بياخدها حرامي في مولد. ما تيجي نريح شوية يا جاد. ايه حركة يا نادي؟ يعني انت مطلوبش الحكاية دي غير وانا في اسوأ حالتي جاد؟ ايه نفسي اخلف عيل منك واسميه محسب. محسب؟ بس لما بالك غلط في حاجة زي دي وعايزة جاد يخلف لازم تديني فكرة قبلها باسبوعين ثلاثة. هما ثلاث دقايق وهوريك. We'll be right back.
مضروب ومتدغدغ، خلي عندك شويه سين. يعني احسن زيك ربنا يكفيك شر المرض، ده عامل زي القلب اللي بيطلع فقع الريق، يعني ما بتشميش يا بيه. اشتركوا.